أصابي ناسريني ما تأذين دبكو ما هستو أما وأسكها لسا أما وجز جزيسا إري نوع عسيها أصابي هنا إليها قراكي سعوك ليها فإذا بلقنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف هذه أود جوبي سان هناك يحترم كود مستقبلك أسمي سنة محيه المهي مستقبل كودي يكون إلي سببتو مركا عنيقي هوي لعن أنكسو تاكو ونين بني آدن أوحن كعلاش كودي إيكا ساكو رشي يكوي هوري أقصو ضيحضو أغصو تاكتو نين كان حنكا درتي ساقصو تاكتي إيكا فإذي سنة إيكو حمي إسكو أرور سلمان تودي لابت أحرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى السلام وعلى قلبك سود وهذا مالي ونكسن وهنجي مركلة المقال حسب سيدوك الله حد اللي هاي تيم اسكولي نصينا ونكسن فسح ونكسن هدانا هو يوينك اسكولك اللي قادو وحانا لسي الله وبلود وفسح ونا الله كبتي اقاوي كتابكي اقاوي بوقي اقاوي قلكي اقاوي ورقدي اقاوي بورسدي اقاوي لابا بلود وحانا لسي وحاسو ان اكنا سنينو مرك ما فانتينو حد الله يهي نسينا ونكسن فسحينا فرحات بسوقاتي ان شاء الله كلا أرضي كلا فني ونو دمية مفانتين مركا كسو طولو انتا سوحان ربعين هكا الله محمد بسكوت اي حاسكيسو او سوشل ميل ايها ساسو وريقا يمانتا حاسكيسو او اينيسو مثل نقف كستو يعني قابك رأييسا او اوغسو هادلاي محمد بسكوت ادونكا اوغو جعلا ماتنا ادونكا اوغو نعباي ادونكا ايا اوغو نعباي محمد بسكوت ماتا ادونكا نوا اوغو جعلا إن ده إستجاهين من لهين وحقيها وهل نلو الشيطان دمبا أسوء بابي لكن ماتا أدوك أقول نعمها أدوك أيا أقول نعمها النبي ينفو لسو قد قاتل لسو أقلاد العقلان بلسو أقلاد وحوال بمحمد بسكوا لسو أقلاد لكن وحدي من مجروع إلى هاي بقيك جريدون إلى هاي بقيك جريدون إلى هاي واحد كا أي إيجا تشوري دونا محمد قد أكو حرينة نجري إلهي موياني ماكا أنت اسكسو تقنو وحان ربا هدي أنا هدو مرلان إنا رمت اسكو شاقنو سو حقسوات إينا سريني ما تأذين لبكو ما هستو أما واسكا هالليسا أما واجيس جيسيسا إري نوع عسي حقسوات إينا سببتو أوحي تاهي ما مركا قاركوت نفت أذيق آليادا إنتي مان ألا فريستيد أو حالي عسيا رمتا رمتا وحانون معنا رمتا الله شاقا مع ذلك أنا دمر هذه أنا مركي نوتي ما دو قبر أوينيسو الصومالية أنا جانا قال أوينا وعلقير جبانونا قالت كأيد إليت أوردن قالت كأسق أولهابو أسق أسقو طرنا نكير ركها عندوش كسرنا صح قالت بقولي هاي وقبر أوينيسو لسوي حماي نيك سوي حماي قالت بقولي لكن ما حاجرو قالت كأس أنتو أسق نوبيس نكهر قالت أنا أسمينا وقالت كأسببي إن أنا جانا لوجستو تاس أقعد so إن أرنت إسكو شغلنا والله مرمان إن قف كسو أيوه أنت لقينا نقير جبانونا قالت كي أم يعني كود اللي حنا نو سو ما تحربا هدي أنا هدو مرمان وأنا كأنا كم ناي كم ناي إن أرنت إسكو شغلنا قبلت بسكوت وهذا أسو أركتين وأرمي فربنا كهاليس أنت هذا أنت مقشي بسمعن كبضن 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 كهاليسا وحيابا أتأتيك كهاليسا نول أضد إيكو جرتي كهاليسا لبعطة فربنا إيكو جرتي كهاليسا لبعطة إيه سببتي ما دامي نينكان أفكي ذيك شيكي سايا وحاكا هالي وحي أفكي ذيك شيكتي ما دامي نينكان أي المهي ذي أغسو تكتي ضد كذي أقصو قاضي إيه كذي أقصو قاضي أبتياش الأذلاش أقصو قاضي المهد إيه سنو أرك كرن علشان أسيق درتيس إيه كو قسمانات حمام تام أن إيه لبعتدان إيه شرطان أن إيه قاجدان إيه فقريان إيه شيء بسيو أن إني آمستو إيه كل النورات أيضا فكرة شفتيها ما دام المهد أقصو تكتي ما دام عدي ذي أقصو قاضي ما دام إيه الكذو على أيده جور كرالك أن أي بسكوت أقصو قاضي وأصينه كح ماضي سد استرادت هني آمستو إيه كو قسم لك أن الله شخص أذك إيه كشي كنسي إيه كاجاس السلعة إبه دلكس إنه كنا لا تو تاسترادت إيه هد بس أفكر كشكت بس إني كم أعرف تلميها قالت كان هذا لقى قلق بدان أم حمان تان إيه بطان إيش يجريسو مديك تلميها ونفسي نفسي قاسوا ما دام علمي هذي دي عن كذي سجال برد يسوق على وش يقول التي فولا تي أول عضي أدب توتي أي أقصو تكتسي ده إيش يكتي
وسيد أيدي أشوفتها أسو يعني ما أسو أصغر رشيسي نال أرسا مسات سئد نال أرسا مساتو المهدي كان أرسا تكتب جعل أصغر أوقفت إلى ذا الدنيا وجعل درتيس إني أصغر المرات المهدي أرسا تكتب درتيس يعني نفسي وحنا كده عيسو ما ديكنا وحنا كده أوى نفسي المهدي إيه كده شيء سو ما ديكنا سو ما المحمدي سيدو كله مستقبلك أنسى ما سنة يمحيه ilmeeyo mustaqbal kooda ku dheelay sababtoo ah marka cunigay hooyo aan aan ka soo tago oo nin bini aadan oo xun nin bini aadan xaqooda bini aan aniga kala ah oo 9 bilood ku dhashay 9 bilood ku dhashay marka noloshayda ilmeeyga ani aan dhalay isoo jarjaray 9 bilood calash oo ku soo inta aan ku wada oo soo tago aan nin bini aadan 3 isku hakeentay oo daqiiqad walba igu ximaan karo oo daqiiqad walba sida maski isku bedeli karo oo daqiiqad walba dhabarka iga toogan karo oo daqiiqad walba ximaan karo ilaa waa bini aadan asaga wada ayif ah oo asaga wax walba ay iga iman karaan marka ilmihii oo soo tago wanaaga aan sugaayo iyo nolosha quruxda badan aan sugaayo iyo raad aan sugaayo maxay tahay waa su'aal idin kale weydiiyey nolosha quruxda badan oo aan sugaayo maxay tahay anoo ilmihii soo tagay nin daraadis ninkaas wanaagu ii sameeyay maxay tahay anigu ilmihii soo dayacay mustaqbalka saaniga aan sameysanayo muxuu yahay ilmihiiga bilaa mustaqbalka soo tagay hooyo aan soo dhigay cunug laga soo tagay waa bilaa mustaqbal cunug hooyadiis la nooleen ama hooyadiis ay ku reeyeen ana saaminsan waa bilaa mustaqbal waa cunug hooyadiis oo nool rajee aabaha rool aabaha ilmaha in aabaha la'aantood kori kara aabaha rool okay laakiin hooyada waa tiir adag waa qayb adag cunugaas noloshiisa biraa xataa duweynaado sameynayso anoo ilma haysto tusaale aan rabo inaan nolo sameysto dabcan bini aadan ahay lamaan u baahnaan karaa nool waa sameysan karaa guurka waa sunno waxyaa badan uu kaa celinaa waa ku asturnaanay yes yaani ximaan badan uu kaa celinaa laakiin waa inaan anigu ilmihiiga laabta ku haysto ilmihiiga haysto igas agtoosayaan ninka i rabo oo igula noolaada ninka i rabo hadii maxsanaamo waxba iima sheegayo laakiin inta ilmihii burburiyo ooga tago u guuro nin kale hadaa nolosheeda burburiyo nin kale uma guurayo soo uma jeedaan miya marka rutas uma sheegaysaan miya qaladkan inuu qaladkan ka horreeyo ama la dhihi karo gabadhaan xumaanta dhan oo ninkan ku sameeyey waa xumaan qalad buu leeyahay ninkan waa nin xun laakiin xumaantan uu ku sameeyey inay xumaantaas kale ay ka horreysay ama la dhihi karo waa nafsi gabadhaan waxay sheegtay in yaani gaajo ay kula noolayd gaajo waxay sheegtay in fiida ugu dheera laafka isku jirtay kaalis in wax kasta cuntada u didi jiray ama ay waxyaabo noocaas waxay sheegtay inta ay noolayd inuu lacag magaceed uu ka ilaalinayo bilaa kaarboonka ay ahayd waxay sheegtay ad wax dhibaato fara waxyaabo fara badan day oo baahdir fara badan sheegays okay waxay tiri qosalkan qoslayay waxay ahayd been waxay tiri youtubekaas weynka asaga uulima youtube kale furtay kolley waa artan umleena youtubekaas kale oga soo shaqeeyey aniga sababa in halka soo gaaro waxa u maleeya in aniga leeyahay wuuna iga cashtay uu ii diiday youtubeka uu kale kacsanahay jecel iyo maqal anigana waan jeclaayo ilmeheygii noloshiyadii dadkeyii faamiligeygii adereyeydii aan hush u eray asaga dartiis maanaa meel oga soo tegay hadalkood u diiday waxaan raal loogama ahayn eelkiidan raal ogama ahayn family raad ogama ahayn ilmeedan way soo tagtay waxaas oo asaga dadka jecel u qaba dartiis iyo inaan mustaqbal nool ala sameysto asagana hadafkiisa dhan wuxuu ahaa lacag inuu youtube uu kala kacsado yani intaas hadafkan iga maba lahayn marka hadii aan aqoon lahaa abaayadaas ma ka ogolaan lahayn inay intaas live soo fadhiisato ee ka hadasho oo la dhahaye ku soco maxaa dhacay kadibna in la dhaho horta ana ma ka ogolaan lahayn sababtoo ah wixii igu dhicilaa waa igu dhaceenay wixii aan muteesanna waa muteesteen wixii ilaahay u qoray waaba maree dhibki waaba dhacee dadkan aan u sheekeeyo dumarkan iyo qiiro jabaanoonaya aan u sheekeenayo maxay iga bedeli karaan oo waxba maxay ii soo celi karaan oo waxba dhibka igu dhaca maa dib iiga soo tartiri karaan waa may nolosheeda yaani iga halaawda ma ii toosi karaan waa may soo qaladkaaga inaad saxiidaa leedahay abaayo haddana qaladkaaga sax maadaama hadasho waa hadasho way dhaceen naftirkeeda waxa laga bedeli karo ka caloosha kuwadid iyo ka asagoo dhashay iyo kuwii horey ah usoo dayacdo ooga soo tagto ninkan xunka ah dartiisa uga soo tagtay ee kaa faa'iideysanayay ee ku xumeeyey isku aruursa dhammaantoode laabta u xiro dhaxda u xiro hayso korso qaladka shalay sax wuxuu kugu sameeyeyni ha kuu noqoto cashir
iyo darsi aad ka barato nolosha daset an saaku ekaato marka asoo noqdo asaga dhankiis horta nin rag ah oo boqolow ah oo ilaah yaqaano oo yaani iimaan ku jiro qof dumara oo daciifa oo damacda ee nool la samaysato oo jeclaatay horta kuma danaysan lahayn waxyaabahaas gabadhaas ay sheegayso ilaah yaa og haddii ay sax yihiin ma uusan sameyn lahayn waxyaabo qof binaadi caadi xataa u samayn karmaan waxyaabo laga yiqyiqsooday ka hadlaysay gaajay ka sidee xaaskaaga uur la gaajo ugu diri kartaa gaajay ka hadlaysay waxyaabodni ka hadlaysay waxyaabaha gabadhaas ay sheegayso oo dhan nin rag ah ma sameyn lahayn okay labada qof oo isguursato wanaag iyo naxariis iskugu imaadeen markay isguursanayeen marka la kala tagaan sidoo kale loo kala tagaa haddiiba calafku dhammaado oo la isfahan waayo khalaas saasaa loo kala tagaa okay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay faidaa balaqna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruuf haddii aad wada joogaysaan wanaag iyo ixtiraam ku wada jooga haddii aad kala tagaysaan isfahan weysaan aw faariquuhunna bimacruuf wanaag aydan kula taga wanaag iyo ixtiraam iyo rasmad kula taga sheekada meesha ku dhammaato waxaan hadda markii la kala tago qof kastaba xumaanta lagu sameeyo kasoo hadlayana soo ani ahaan ilama qurux badan kanasriin ahaan dumarka inay isku adkeysi ahayn anigu waa ogahay dumarkana waa laba nooc mid waa mid adkeysi badan okay karti badan dhexda xirato marka intay kufto dhib ku dhaco ama la xumeeyo ama dhibaato soo gaarto oo nolosha ama guurka kasoo gaaro intay tirtirato okay geesaha fiiriso dhexda xirato nolosha sii wadato oo tiraahdo alleelahay afdaboona waa dahab wax kastaba aamusnaanta ku qurx badan yihiin okay socoto midna waa mantii adkeysan weyso yacnii wixii u dulqaadan weyso xanaankii u dulqaadan weyso aaminsan haday kamera soo hor fadhiisato ama dee life soo karto wixii ka hadasho aaminsan inuu xanuunka kala yaraanayo laakiin bilcags xanuunka ma kala yaraanayo markaas xanuunka waa isku sii dheereysay sidoo kale waxaa si yani isku sii furtay albaabo kaloo fara badan oo beri aad naftarkaaga yani lagugu soo ataagi karo waxyaaba badanaa isku sii furfurtay laakiin adi waxay aaminsantaha markaas inay markaas nafisayso oo yani khalaas nafisaha dareemayso sababtoo kameradan ama mediahan amaba tiktokan lifafka laga hadlayo ma ahan tiktor nafsi ma ahan tiktor nafsi oo ku dhahayo hadal igu nafis oy sheeg wax walbo kadibna ku daaweynaya ma ahan dee ilaaha daawanaya laakiin tiktor nafsi ma ahan tiktorka nafsigaawa ani aan aaminsanayn qofka dikriga ilaahay iyo tasbiixda ilaahay ilaah culayskan iga qaado oo ilaahay xaggiisa u ordin ma umaleynaya culays adduunya inuu ka tagaayo waxaa aaminsanay qof marku inuu ilaahay xaggiisa u ordo islamarkii u ordo siduu culayska uga dawo ilaahay unbaa kaa daji karo bini aadan aada wixii kugu soo dhaxay ugu sheekaysaa xanuun kaa daji karin bini aadan aada wixii dhibkii aada ka dabageysataa yaani wax noloshaada wax kuu toosi karin ilaa ilaahay maahane soo ana waxaa idin dhihi lahaa dumarow markuu dhibiida ku dhaxo ha soo qaadana kamerada hana u malayna meeshaa meel lagu nafisaa inay tahay ama doctor nafsi inay tahay amaba dumarka aa u sheekeenina adkeesta oo kartida shaa noloshan aa ku gashay isla kartidii ooga bax adigoo ilaahay karab weydiisanayo oo ilaahay kaashanayo.